المحاضره تبقى بالعربي وهي على المجامع المسكونيه. فالمجامع المسكونيه قصه مهمه جدا من ناحيتين، من ناحيه انها بتناقش كل الحاجات الثيولوجيكال، كل الحاجات اللاهوتيه، طبيعه المسيح وايه المشاكل اللي حصلت في فهمها في الكنيسه، ومن ناحيه ثانيه بتوريكم ايه مصدر الاختلافات اللي حصلت في اول خمس قرون، واللي بنحاول دلوقتي الكنائس العالميه كلها انها يعني تعيدنا للنقطه اللي قبل المشاكل، لان هي لا يمكن طبعا تفادي اللي حصل، انما ممكن ان احنا نرجع للنقطه اللي ما قبل المشاكل وايه اللي اتفقنا عليه. فالاول ايه هي المجامع؟ يعني كلمه مجمع؟ مجمع يعني مجموعه من الاسقف مجتمعين بيقرروا في موضوع، فممكن يبقى المجمع ده مجمع في اسقفيه، فمثلا في اسقفيه الجنوب لما يوسف لو جاب الكهنه وناقشوا موضوع واخذ القرارات فيه، ده بقى مجمع لاسقفيه جنوب روسيا امريكا. لو مثلا مصر بلد في وسط البلاد المسيحيه وفي العالم في وقت المجامع التايم بتاع الكيوميتيك كونسلز كانت بلد مهمه، فمثلا لو اسقف الاسكندريه جه وجاب الاسقف معاه وعملوا مجمع يسموه بروفينشال كونسل، يعني بروفينشال يعني بروفنس او المنطقه. وبعدين في مجمع بقى اللي هو كبير جدا يقولوا في المسكونه كلها، the inhabited المسكونه، فده اللي هو الكيومينيكال كونسلز. فاللي احنا نعملهم دول الاربع مجامع مسكونيه اللي حصلوا في القرن الرابع والقرن الخامس. كلهم بينصبوا في موضوع واحد عن طبيعه المسيح، لان هي دي اكبر نقطه في المسيحيه بتثير تساؤلات وبتثير نقط واجاباتها ممكن تختلف من واحد لواحد او من كنيسه لكنيسه. فاول مجمع فيهم اللي هو مجمع نخيا في سنه 325، مشكلته او ايه اللي طلع المجمع؟ ان واحد من الكهنه من الاسكندريه اللي هو اريوس قال ان المسيح مش اله، مش مساوي لله الاب، ان هو مهم جدا ونبي عظيم جدا وربما له فيتشرز الهيه بس ما هواش زي ربنا. وفي رد عليه، فده المجمع الاولاني بينصب او بيتعلق بطبيعه المسيح الديفاين، الطبيعه الالهيه. المجمع اللي بعده ب 60 سنه كان عكس كده، كان عن طبيعه المسيح الانسانيه، اللي هي هل المسيح كان انسان كامل ولا لا؟ ف 300 سنه 381 في القسطنطينيه في قسطنطينوبول، واحد من الاسقفه العظماء جدا المحترمين جدا المتدينين جدا الروحيين جدا، فكان صعب جدا التقبل الموقف ده، يعني ما كانش بسهوله. ودي نقطة من النقط اللي عايزين نقولها في الأول، إن المجامع وكل حتى البرتقال ما نشأتش من ناس لا هي ناس ما بتعرفش ولا هي ناس تافهة، هي بالعكس أكتر ناس فاهمة في الموضوع. فلذلك النقطة لما أصيبت بشخص مهم أصبحت نقطة مهمة، فأصيبت بواحد اسمه أبوليناريوس، ده كان في سوريا أسقف اللاذقية. كان راجل روحاني جدا، فكل أسقفة في وقتها كانوا صعب عليهم جدا إن هم ينسبوا الغلط ليه. وفي نفس الوقت كان راجل محب جدا للكنيسه القبطيه، يعني ما كانش من الناس اللي هم بيعترضوا على كنيسه الاسكندريه. فهو قال ايه؟ كانت مشكله، قال ان الانسان، يعني احنا بنقول الانسان جسد اللي هو السيستمز القلب والمصارين والكبد والحاجات دي، ونفس عايش بيتنفس وقلبه بيضرب وما هوش ميت. وفي روح عاقله، الروح العاقله دي جوهر خالد، يعني ده الجوهر اللي بيقول مش هيموت او مش هيبقى الى الخلود. اللي هو الروح العاقله دي. فالنفس يعني according to لابسط تفسير ان هو مثلا ايه الانسان له جسد ونفس وروح. النفس دي مشتركه ما بين الانسان والحيوانات. اعيد تاني نقطه عشان جورج، لان ايه نقطه very important. انا بتكلم اوفر فيو على المجامع، فهي يعني فكره المشاكل ايه، مش تفاصيل بقى ايه اللي حصل. فكرة المشاكل، فاحنا قلنا الأول إن كل المجامع المسكونية بتنصب حوالين طبيعة المسيح، لأن دي كانت أكبر نقطة أذهلت الكنيسة في القرون الأولى، المسيح ده مين؟ يعني قبل أي كل حد قبل المسيح كان نبي، فإيليا كان نبي، موسى كان نبي، أنبياء عظماء جدا، إنما كان نبي، كان إنسان ونبي، فالمسيح إله متجسد، فنقطة في منتهى الجدية، الجدية بمعنى إنها نيو، يعني إتس نيو كونسبت. فأول مجمع نشأ بسبب أريوس، وأريوس ده كان كاهن في الإسكندرية، قال إن المسيح ده مش زي ربنا، مش فوق كده مع ربنا مع جود ذا فادر، لا ده أقل شوية. فهو كان في وقت في الزمن في الله الآب، إنما ما كانش فيه اللوز. كان في وقت في الزمن ما كانش فيه اللوز.
فكان في الله الاب ما كانش فيه لغز، وبعدين انه يمكن اللغز ده تكون من الله الاب، وهو الاداه اللي ادى بيها الحاجات الكتيره اللي هي خلق العالم اللي هي الفكره بتاعته. وبعدين ردوا عليه، وده هنجيبه في دقيقتين، اللي هو ده المجمع الاولاني اللي هو مجمع نخيه 325. المجمع الثاني اللي هو في قسطنطينوبول في قسطنطينيه، ده بعديه ب 60 سنه، ده عكسه. الاولاني كان على لاهوت المسيح، الثاني كان على ناسوت المسيح. فناسوت المسيح كانوا جه عملوا واحد اسمه ابوليناوس. ابوليناوس كان راجل روحاني جدا، وكان اسقف عظيم جدا، وكان محب للكنيسه الاسكندريه. فما كانوش قادرين ان هم يعني يقولوا انه راجل لا هو جاهل ولا هو ما بيفهمش ولا هو كده. فهو قال ان الانسان يتكون من جسد سيستمز ونفس حياه بيتنفس وقلبه بيضرب، وفي نفس الوقت الحيوانات فيها برضه جسد ونفس، انما هو الانسان عنده روح عاقله. فالروح العاقله دي هي الخالده، هي اللي تقدر تقرر انا عايز اعمل الخير ولا الشر. فقال لو المسيح ولد عنده الجسد والنفس والروح العاقله، يبقى كان عنده حريه الاختيار ان هو يميل الى الخير ويميل الى الشر. فلو هو جاهد، فمثلا شفنا السيد المسيح على الجبل، شفنا السيد المسيح في جسيماني جاهد جامد قوي وما عملش الخطا وعمل الصح، يبقى المسيح تجنب الخطا بجهاد، انما كان عنده قابليه الخطا. فقال لا، يعني عيب علينا ان احنا نخبر على المسيح انه كان قابل للخطا. فقال بالضروره ان المسيح ما كانش عنده الروح الانسانيه العاقله، ان هو كان بس جسد، وان الجزء الالهي حل محل الروح. فهو قال ان المسيح مش انسان كامل، ما هوش عنده الروح العاقله، والا كان ممكن يختار الشر. والمسيح كل الناس متفقه انه ما عملش شر، سواء احبائه واعدائه. انما الفكره هل كان ممكن يخطئ ويميل الى الشر باساليب وطرق مختلفه، وهو تحاشاها لانه كان مجاهد، لانه كان بيصلي الجسيماني، لانه كان، ولا هو بطبيعته لم يكن يعني لم يكن ممكن ان السيد المسيح يخطئ. فهو قال لا، السيد المسيح كان لا يمكن يكون هيخطئ، ده السيد المسيح الديفينيتي بتاعته اللي هي اللاهوت اتحد بالجسم وعمل انسان مختلف. فبرغم ان هو كان راجل عظيم جدا، فحتى اول ناس لما نقدوه في رسائل قبل ما ياخدوه للمجمع بعتوا قالوا إن اخواتنا واحبائنا الاساقفه العظماء والبتاع ممكن ان هم يحيدوا عن الفكر المظبوط وكده. فقام في الاخر اضطروا ياخدوه للمجمع اللي هو مجمع قسطنطينيه وحرموه، مات سنه 392. في كان نقطتين تانيين في نفس المجمع، نقطتين صغيرين، واحد اسمه يوسابيوس واحد اسمه ماسيدونيوس. ماسيدونيوس ده قال ان الروح القدس ما هوش مساوي لله الاب والاب. الروح القدس ده زي يعني احسن شويه من ملاك ميخائيل، احسن شويه من ملاك وهكذا. هي از لايك ا فيري سينيور انجل، بس ما هوش الروح القدس ما هوش اقنوم مساوي للاقانيم الثلاثه. فده هو اسمه ماسيدونيوس، برضه حرم ماسيدونيوس فيه. ما كانتش قضيه جباره جدا قضيه بوليناريوس، لانها ما كانش ليها ريبركشن. بعكس أريوس كانت قضية جبارة، لأنها كانت ممكن تنهي المسيحية، لأن المسيحية قائمة على الخلاص، إن السيد المسيح جه وعمل الخلاص. فلو المسيح مش إله يبقى الخلاص ده ملوش معنى، لو واحد إنسان وصلب وإنسان واحد موجود يبقى قصة يعني تتكرر في التاريخ كل يوم. فأريوس كان يلقي ولغاية دلوقتي كل الأفكار الأفلام اللي بنشوفها أو مثلا دافينشي وكود كده كلها مبتدية من نقطة يعني من نقطة الأحداث بعد أريوس، ان الكنيسه الفت القصه دي وشالت أريوس. يعني لغايه القرن الرابع ما كانش المسيح اله، وان الجماعه اللي بعد كده عملوا كومبينيشن. طبعا الكلام ده كله غلط يعني، بس ام جيتنج يو يعني كونتينيو. فقصه أريوس مستمره يعني. والاختلاف الاساسي بين المسيحيه وبين الاديان الثانيه، الاديان الثانيه متفقه مع أريوس ان السيد المسيح ده شخصيه عظيمه جدا، بس ما هواش مساوي لله الاب او بنفس طبيعه الله. المجمع الثالث بقى اللي هو القسطنطينيه، فاحنا قلنا الاولاني نقطه يتعلق بلاهوت المسيح، والثاني يتعلق بناسوت المسيح، الثالث يتعلق بهل المسيح ده له طبيعتين دول ماشيين سيبريت مع بعض ولا ماشيين متحدين مع بعض. فجي بطرك مشهور جدا اسمه نسطور او نسطوريوس، بطرك القسطنطينيه اللي هي اسطنبول حاليا، قال ان لا يمكن ان العذراء مريم تولد ربنا. فهي ولدت واحد اللي هو الطفل يسوع، وبقى لي لاهوت حل في الطفل ده واصبح شخصيه يسوع المسيح.
انما لا يمكن ان العذراء ماريا تولد اله، لان لا يمكن ان المخلوق يولد خالق. ولو اللي ولدته ده هو اله والاله ده اتصلب ومات، يبقى انا لا يمكن اعبده، لان لا يمكن اعبد واحد اله مات وقام او اله مات واسم. فدي نقطه نستوريوس. فنقطه نستوريوس انه ايه؟ انه ان في طبيعتين للسيد المسيح، الطبيعتين دول منفصلين. فالعدم ولد الطفل يسوع اللي هو انسان بيبي وكويس وكبر كويس، فاللي هو اتحل عليه وتحول الى شخصيه يسوع المسيح. النسور برضو اللي وقف قدامه كان البابا كيرلس ووقفه. فهي ابروتش مختلف للاعتراضات المختلفه. فأليس ركز على لاهوت المسيح وقال ان المسيح مش اله مساوي لله الاب. والتاني اللي هو أبوليناريوس اعترض على لاهوت المسيح وقال ان لا يمكن ان المسيح عنده روح العاقله، بالضروره ان السيد المسيح عنده جسد بس، وان الجسد ده اتحد باللاهوت، فبذلك اللاهوت منع الجسد ومنع انه يميل للشر، ان طبيعه المسيح كانت لا يمكن انها تخطئ، مش ان هو ما اخطاش، فكلنا متفقين انه اخطا، انما هو لا يمكن تكون طبيعته مليئه بالخطا. وبعدين الثالث نستوريوس قال ان في انفصال كامل ما بين الاثنين، فان السيد المسيح جه فلما اتولد من العذراء مشي وتعب اكل شرب، فدي الطفل يسوع. لما قام مشى واحد على الميه عمل معجزات، هو مش معترض على المعجزات، قوم العذراء من الاموات عمل كل ده، فدي عملها باللاهوت، والاثنين منفصلين عن بعض. لما دخل الصلب الصلب الناس وهكذا، فكمبليت سيبريشن بين الاثنين. ونستور اتشال، نستور كان مهم جدا، كل واحد مهم، يمكن اقواهم في تاريخيا اريوس، وزي ما قلت ان اريوس لغايه دلوقتي الافكار ماشيه مع لغايه القرن ال21 مع الكتب المختلفه اللي بنقراها كلها متحده مع فكر اريوس انه بتحاول تجيب ان المسيح مش ربنا. يعني هدخل في تفاصيل اللي هي ان تو مينتس. المجمع الرابع كان استكمال للمجمع الثالث. يعني المجمع الرابع لم ينشا لوحده، المجمع الاول لم ينشا لوحده. يعني ما كانش في اي حاجه في الدنيا. وبعدين اريوس طلع من عن طريق مدرسين، وهدخل في دي في التفاصيل، انما انا بس عايز ادي الفكره الجلوبال بتاع الموضوع. المجمع الرابع لا، ده كونتينيوشن للثالث. نستور عمل ايفكت، نستور دي حصلت سنه 431، بعديها بسنتين يعني انصاره والناس المفكرين عنده، هو نستور ده كان في اسطنبول اللي هي كونستانتينوبول. انما كونستانتينوبول كانت كرسي جديد. فالفكر بتاعه مبني على فكر السوري اللي هو في انطاكيا، يعني الفلسفه كلها فلسفه انطاكيه، فهم اصحابها كده. ففي الاول هم اللي شجعوه جدا ووقفوا معاه، بعدين لما لقوا ان كل ان هم هيتكسروا في الدنيا كلها، ف يعني العالم موجود تحت بيئه ضغط، باعوا قالوا خلاص احنا نتفق مع كنائس ثانيه، وبعدين ايه معلش بقى نستور جود لك. ونستور مات في مصر، يعني بعتوه مصر اكزايل ديفيجن، ومات في اخميم وقبر في اخميم، وغدا في يعني يقال ان التراديشن يقوموا يرموا المحجار عليه على القبر بتاعه، وان هناك يقول لك ربنا بيمطر على الابرار والاشرار، انما من كثر الحجاره هناك المطر عمرها ما جاش للقبر بتاعه. يعني فالصور يعني عمر ما حد لقى مهانه اكثر من الصور. واريس برضه مات موته عشان يعني اللي بعده بقى خلقدونيا ده كانت تكمله للقصه دي. تتابعوا مع بعض في 433 وكل الناس كانت سعيده جدا. بعدها ب 15 سنه جه رئيس الدير في كونستانتينوبول كان معترض على نستور برضه، فقال فعلا نستور ده غلط جدا انه فصل بين طبيعتين المسيح. ده هو الفكره كلها اللي حصل، بس انتوا مش فاهمينها، ان النهسوت ابتلع في اللاهوت. يعني قال لك اللاهوت ده زي البوش زي البحر، والنهسوت دي زي نقطه دروب اوف مثلا خل او دروب اوف اويل، فتحط نقطه خل في البوش هتختفي. فده اللي حصل مع المسيح. اعترض عليه الاسقف اللي بتاع قسطنطينوبول اللي بعد نستور، فجابوا عملوا مجمع وشاب، فراح للامبراطور قال له انا زعلان، فعدوا المجمع تاني، جاب برضه الاسقف بتاع قسطنطينوبول وجاب له سقف تاني وقابله تاني وشاله تاني. فاعترض تاني، عمل مجمع تاني في افسس، جاب فيه الامبراطور اللي هو البطريرك في الاسكندريه، جابوا يحكم عليه. فسأله قال له انت تؤمن بمجمع نيقيا؟ قال له اه. قال له تؤمن بمجمع الافسس؟ قال له اه. تؤمن بكلام اللي قاله اثناسيوس؟ اه. تؤمن بكلام اللي قاله كيرونس عمود الدين؟ قال له اه. قال له خلاص انت راجل سليم مع السلامه كويس جدا. فالراجل اللي كان اشتكى فيه
قال لا طبعا وبتاع، المسيح له طبيعتين، ليه كل المسيحيه بتؤمن؟ يعني انا هرجع في نقطه اقول وات وي اجري ابون، يعني ان المسيح جاي من طبيعتين، ان هو اله كامل وانه انسان كامل. فقال ان هو له طبيعتين، ولكن الطبيعتين دول فضلوا طبيعتين بعد التجسد. فقالوا لا ده انت بطل وشاله، فشالوا الراجل اللي اشتكى اللي هو فلافيانوس. فلافيانوس ده رئيس اساقفه القسطنطينيه. فاشتكى لبابا روما، وبابا روما في وقتها اللي هو ليو الاولاني، ليو دي فيرست، كان هو موافق على هذا الفكر ان المسيح له طبيعتين، وان هما الطبيعتين قبل التجسد وبعد التجسد. فزعل منهم، وزعل كمان اكتر ان عملوا المجمع ده من غير ما يعني ما هو شخصيا يكون يعني موجود فيه، ولو ان هو بعث الممثلين دول، فاعتبرها يعني اهانه لكرسي روما. وقال وبعت يعني قرار رايه، فالامبراطور طلب منه رايه في الموضوع، فكتب رايه ان الموضوع ان المسيح له طبيعه كامله الهيه وله طبيعه نسوتيه. فبولس كول زعل وحرم قبل يعني في حوالي 449. السنه اللي بعديها الامبراطور ده مات وما كانش عنده ولاد، اللي هو اسمه ثيودوسيوس. فاخته مسكت الامبراطوريه اسمها بورتشيريا، كانت هي متجوزه قائد الحرب. الراجل طلع في دماغها، هي كانت صاحبه مذكور من الاول يعني موافقه على افكاره. ف قالوا نعمل مجمع تاني ونرسي بقى كل الحاجه تتحط فين. عملوا المجمع، والاختلاف الاساسي على المجمع ان المسيح له طبيعتين، اله كامل وانسان كامل. قبل التجسد كل الناس موافقه، بعد التجسد احنا بنقول ان الطبيعتين متحدتين بلا اختلاط ولا امتزاج والتغيير، وهم بيقولوا ان الطبيعتين متحدتين بلا اختلاط ولا امتزاج والتغيير، وانتهت على كده. احنا بنقول متحدتين بلا اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، انما في انتهوا في الاخر الى one nature God اللي هو الانكارنيت، اله متجسد. مش انه لا ده اختفى ولا ده اختفى، انما بعد التجسد يعني طبيعه السيد المسيح مختلفه عن كونها طبيعتين منفصلتين، مختلفه فيها كل صفات النسوت وفيها كل صفات النهوض، انما متحده. هم بيقولوا احنا متحدتين واتحدوا، وبرضه بلا اختلاط. يعني النسخ اللي احنا بنقوله في الرد في اخر حته في القداس ده موافق متفق مع مجمع خلفيه، مش متفق معاه، بل متفق معاه، بس ايه احنا بنقول كمان زياده عنه انه يؤدوا الى الله المتجسد ده في الطبيعتين متحدتين. فهو لو سالوا طب ازاي متحدتين وازاي ما هماش يعني اله متجسد، احنا بنقول هو كان بيقول لهم كيرلس عمود الدين انه زي الحديد والنار، الحديد ده النسوت والنار دي اللي فوق. فلو في حطيت نار على الحديد، الحديد اتغير والنار اتغيرت، يعني ما هماش زي الحديد لوحده ولا النار لوحده، انما ما زال فيهم صفات الحديد وصفات النار. فهي دي يعني واحده من التمثيلات اللي ليهم. زعلوا فحرموا بابا ديوسقورس اللي هو بابا الاسكندريه ال 25 في وقتها، وبعتوه في منفى في حته اسمها جزيره اسمها جنجرام، ومات هناك، ومن ساعتها الكنائس منشقه. من سنه 63 لغايه دلوقتي الكنائس بتعمل، الكنائس اللي هي الارثوذكسيه والاورينتال اورثودوكس والايسترن اورثودوكس مع الرومان كاثوليكس بيعملوا اجتماعات يحاولوا يريكونسايل دهوت. ده اكشلي الان مش هو اسقف تعليم في سنه 63 في زيارة، بعدين في 73 تاني برضه جالوريوس راح مره، وبعدين 73 راح زار بول دي 6 في روما، وبعدين سيريز من الاجتماعات دي موضوع تاني. دي الاوفر اول فيو في القصه اللي هي يعني دي فكره المجامع كلها. فلازم يتجهوا واحده بواحده منهم. ده المجمع الاولاني نفيا، ده حصل في من مايو 20 مايو سنه 325 لغايه اغسطس. الامبراطور اللي في وقتها كان امبراطور قسطنطين. قسطنطين طبعا مشهور جدا ان هو الامبراطور الاولاني اللي الاول منع تحريم المسيحيه، ثم وافق على المسيحيه، ثم خلى المسيحيه ديانه للامبراطوريه الرومانيه. فالامبراطور قسطنطين كان بيعتبر للاجيال ديت قديس، مش ان هو قديس فعلا، انما لان اللي عمله ده خيال. العشره اللي قبله موتوا الناس زي ما انتم عارفين بصور وحشيه متكرره، كان اخرهم اشد واحد فيهم اللي هو دايوكليشن، كان خيالي في التوحش وكده، وفي اخر عمره عمل يعني حاجه يعني اربع قوانين انه يعني يقضي بيها على المسيحيه. قال اولا كل رجال الدين والكهنه كل ده لازم يتقتلوا. اثنين كل الكتب اللي هي كل الكتب الكتاب المقدس وكل الكتب المسيحيه لازم تتحرق.
وبعدين كل المباني او الحتت البناء لازم تتفني. فبيزيكالي يعني كان بيشيل الحاجات من جذورها يعني مش يعني دايركشن. فلما جه قسطنطين والقصه بتاعته قصه معروفه الشهيره الاول في 311 عمل اسمه ايديكت اوف ميلان ان المسيحيه بقت مش مرفوضه في الدوله الرومانيه يعني من الديانات اللي ممكن تدين بيها. في 313 قال انها كمان من الديانات الكويسه وبعدين بعد كده بقت اكتر واكتر وقعد هو امبراطور لغايه لما مات وبعدين ولاده مسكوا. فالمين نقطه في المجمع الاولاني ده كان الاريان هيرسي وهاجي لها في دقيقه واحده. كان في اربع نقط ثانيه وهاجي لهم اللي هو اول حاجه العيد القيامه امتى؟ فعيد القيامه ده اللي احنا بنعيده من الحاجات الظريفه يعني ان اي واحد يدرس دي ان هو يبتدي يعني يشوف الحاجات اللي بنعملها دي اتفقوا عليه من وقتها. يعني تشوف ايه الاصول بتاعتها دي اول مره يتفقوا على عيد لان العيد بيلف يعني ماشي على تقاويم مختلفه وكلفوا بابا الاسكندريه في على مدى العالم ان هو يبقى هو المسؤول عن تحديد عيد القيامه ان هو اللي يحدده وهو اتفقوا ان هو يبقى العيد اللي بعد الباس اوفر بعد الباس اوفر. كان في نقطه مهمه اللي هي ريبابتايزنج اوف هيريتكس. هيريتكس اللي هم الناس اللي هرطقوا فقالوا لو الناس كان واحد مسيحي كويس جدا سير اسقف عظيم وهرطق ورجع تاني لازم تعمله تاني ولا لا؟ قالوا لا اللي اتعمل مره واحده. انما لو هو بقى هيريتك عم ناس ثانيه دول تعمدتهم غلط فلازم يتعمدوا. فده من ناحيه رابع حاجة اللي هي البريست مارج انه خلي بالك حكاية الجواز والرهبنة وبتاع كانت جديدة يعني مثلا بطرس الرسول كان متجوز رهبنة الامبراطوريوس. طب الامبراطوريوس ايه؟ 300 سنة مثلا بعد الميلاد. طب والبطارقة اللي قبليه والاساقفة دول كانوا ما كانش فيه رهبنة يعني احنا بنقول كذا فدول اختاروهم منين؟ فقالوا انه ايه؟ ان اللي هيشتغل كاهن يقدر يتجوز بس يتجوز قبل ما يبقى كاهن لان الكهنوت يمثل اعلى سر ممكن ياخده. يعني مثلا في سر المعبوديه، سر الميمون، سر الاعتراف، سر مسحه المرضى، بعدين سر الكهنوت. وانس اخذ سر الكهنوت ما يقدرش يتجوز يعني يقدر يتجوز وده سر انما ما يقدرش يتجوز بعد ما اخذ سر الكهنوت. وكذلك لو مثلا زوجه الكاهن توفيت ما يقدرش يتجوز بعديها لانه خلاص هو اتجوز قبل ما بقى كاهن فبعديها فدي استبلش دي وقالت ان الاسقف يبقى مش متجوز يبقى ثابت. طبعا ما قالوش يبقى بعد المشوار ما كانش فيه يعني يا دوب اثناسيوس كان قبل الامبراطوريوس يعني كلام في 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 بدايه كان اثناسيوس شماس واكشلي راح مع الامبراطوريوس بعد كده يعني مش يعني اللي هو كتب حياه الامبراطوريوس فيكتو انتوني بعد المجمع يعني المجمع ده في 325 كان عنده 23 سنه يعني او 27 سنه اللي هو بقى بطل 28 سنه. واخر حاجه ميليشيوس ده كان اسقف اسيوط وكان راجل يبدو ان هو مشاغب شويه وبتاع فقالوا ان 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 ان, إن كل اسقف يتبع الرئيس بتاعه رئيس الاساقفه فمش من حقي انا ان انا افتي في امور اسقف رئيس اساقفه ثاني وكده. ودي كانت نقطه مهمه ونقطه برضه اثيرت لما تفكروا المره اللي فاتت اتكلمنا مثلا في اوريجن وكده ان مثلا البابا ديوتيوس زعل جدا ان اوريجن اتمثل كاهن عن طريق اسقف اورشليم قال لك ده هو في اساس يعني الماني في اسكندريه يترسم كاهن عن طريق يعني فزعل جدا فيه. الاجتماع ده دوره 318 زي ما بنسمع في القداس كل يوم 318 اغلبهم من الشرق وبابا روما كان ممثل بابا روما طبعا كان مهم لان الامبراطوريه كانت في روما. اللي جم من الاسكندريه اللي هم بابا الاسكندريه في وقتها ما كانش اثناسيوس بابا زي ما انتم كلكم عارفين كان في صورتين ان شاء الله لما حسن الصور وبتاع في شويه بينتنجز عالميه جامده جدا. فاحسن بينتنج عالميه حتى لما تشتروا مثلا كتب سينس وبتاع من الكتب الكاثوليكي للسينس تلاقي ان مثلا كل واحد يديله صفحه الا اثناسيوس يديله صفحتين لانه جايبين مجمع بتاع لمجمع ليخيا وكل الاساقفه قاعدين ورؤساء الاساقفه وكل الناس الدرجات المختلفه بالاسقفيات وهكذا وبعدين اللي واقف بيتكلم ده شماس فيعني راجل لا يمكن يحضر من اساسه لان الاسقف الصغير ما كانش يمكن انه يحضر مجمع ليخيا يعني ده لازم اسقف سينيور جدا لانه بيمثل مثلا تونس والتاني بيمثل سوريا وهكذا واثناسيوس واقف بيدافع عن كل حاجه وبعدين في الاخر ان هو هي توك اوفر ذا هول ديسكشن في المجمع ده فدي من الصور الرائعه دي موجوده في 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 في, في روما المتحف والثانيه ان هو لما اتدفن في فينيس يعني اثناسيوس الرفات بتاعته الاساسيه في فينيس وفي كنيسه صغيره جدا في فينيس برضه البتاع بتاعتها جميله جدا جدا جدا. من الناس اللي حضروا مع البابا بتاعه اللي هو يعني الرئيس المباشر بتاعه اللي هو كان سكرتيره اللي هو الكسندروس
وحضر معاه اثنين تانيين، واحد اسمه بافلونتيوس. بافلونتيوس ده من الناصر، كان يبدو ان هو اضطهد جامد جدا في مع الامبراطور السابق لقسطنطين اللي هو فتح المبنى وشالوا عينه. فقسطنطين جه واداله قبله كي كيستم على التشيك اللي تحت عينه اللي شال تكريما ليه. فدي من الحاجات اللي دخلت في تاريخ الامبراطور، يعني بيعكس اللي عمله الامبراطور روما اللي قبل. وبعدين واحد اسمه بوتامون من هيراقليس، دول يعني دول المشاهير الناس اللي حضروا من الافاضل. بالنسبه لاريوس نفسه يعني يستحق ان احنا نديله يعني كلمتين ثلاثه، يعني نتكلم نقول عليه كلمتين ثلاثه في النقطه دي، وانا هقول كلمتين ثلاثه على بس بس. اريوس من ليبيا اساسا، هو ليبي الاصل، مش مصري الاصل. بعدين نقل اسكندريه، كان متكلم كويس جدا وكان واعظ كويس جدا وكان بيفهم جدا. فهو كل الحلقات دي هتلاقوا ان الناس اللي فيها الناس بتفهم جدا وبتعرف تتكلم وفاهمه بتقول ايه، مش يعني واحد بيقول كلام فارغ. تعليمه الاساسي الفكري كان من سوريا، مش من مصر. فكان في مدرسه سوريا واحد اللي هو اللي بيعتبروه المعلم الاكبر اسمه لوسيان، فهو اتعلم عن لوسيان والافكار اللي جابها دي شويه من لوسيان. فالمره اللي فاتت تفتكروا لما قلنا ان المدرسه السوريه كانت مختلفه عن المدرسه المصريه، انفست 1 مينيت ان ده. المدرسه السوريه كانت متاثره جدا بارسطو، فارسطو كان ابو المنطق، ان مثلا الى الف يساوي ب وب يساوي ج يبقى الف يساوي ج، اللي هو استاذ المنطق. إن المدرسة المصرية كانت متأثرة جدا بأفلاطون، بالروحيات، السنتمنت، الأفكار، فالمدرستين كانوا مختلفتين. وعلى مدى القرون الأولى كانت الفلسفات متعارضة بشكل جامد جدا، يعني ما كانش فيه أي اتفاق. كان في أربع كراسي في العالم، أورشليم وسوريا الأنتو ومصر وروما. فروما كانت مهمة جدا إنها في الإدارة والفلوس، لأن كانت عاصمة الإمبراطورية، كانوا كل البطاركه بتوعها ناس منظمين وناس اداريين 100%. انما لم تنشا فيها حاجه فكريه اثرت على تاريخ الكنيسه. واورشليم مش عارف لسبب او لاخر يعني اختفت من التاريخ ما بعد القرن الاول. يعني من الناحيه الفكريه يمكن بسبب تحطيم اورشليم او خلافه. اللي فضلوا انتيوكوس وسوريا وكانوا متعارضين تماما. لوسيان ده كان هو الفيلسوف الاكبر هناك وهو اللي علمه، وبعد ما علمه علم ناس تانية وتالتة، وهدخل هرجع له تاني على نسطور، لأن كل أفكار نسطور دي من أستاذه اللي هو التلميذ للوسيان. فأفكار لوسيان أثرت داون ذا رود كتير جدا. دي من ناحية أريوس. فلسفته فعلا أخذها من اثنين، واحد يهودي اسمه فيلون. ففيلون ده قال ان الله ده روح والعالم ده شويه تراب وماده ومعادن وكلام من ده، لا يمكن ان الروح تتصل بالكلام الملموس التافه ده، فضروري انه عمل انترميديال. فاللوغوس، واللوغوس فكره قديمه وموجوده قبل المسيح، يعني فكره اللوغوس مش ان المسيح هو يعني. فاللوغوس ده اتعمل، ربنا عمل علشان يبقى انترميديال ما بين ربنا الكبير ده وما بين الماده، ده فيه. في واحد تاني اسمه افلوطين، مش افلاطون، افلوطين، ده كان رايه برضه ان ضروري ان في وسط بين الاثنين. فهو كانت فكرته ايه؟ ان مش ممكن ان ربنا جه ونزل واتصلب، ده كلام لا يمكن. فهو ربنا عمل واحد كويس جدا 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 يا جماعه، مش بنقول ان هو وحش، بس ما هواش اقنوم، ما هواش مساوي لله الآب، ما هواش من نفس طبيعه الآب. دي فكره أريوس الاساسيه. وزي ما قلنا انتهى أريوس في الاخر، اكفي انه القصه الشهيره انه هي دايد يعني ان بابليك باثروم، كل مصابينه برولابس، بص موت باشع لوحده يعني، مش حد موته، وحياته كانت بائسه. بس أريوس كان قوي جدا، كل تلامذته اثروا على الامبرورز اوف روم للسنين الطويله اللي بعد كده. هو ممكن نقول كلمتين على القديس اثناسيوس، بس اكشلي الويب سايت بتاع الكنيسه ابونا فيليب حاطط عليه ملخص لاثناسيوس، اي ثينك از بروبلي ذا بيست يو كان ريد ان وان اور تو بيجز كل حاجه على اثناسيوس. اقدر الخصهم في خمس ست جمل.
ان هو في يعني this is a personal opinion ان هو كان طبعا لاهوتي قوي جدا، انه كان متحدث مؤثر جدا، بحيث ان واحد شماس لا يمكن كان واحد شماس يحضر مجمع في ايام العظماء يعني اللي هي من اساسه، وبعدين هو يقود المجمع، فدي كانت حاجه جامده جدا. فيبدو ان هو كان متكلم غير عادي وديبيتور غير عادي، ان هو قادر يعني يناقش ويجادل بشكل غير عادي. يبدو ان هو كان سياسي جدا، يعني قدر انه بعد ما اريوس مات ليترالي قلب الدنيا عليه. يعني اريوس مات، كل اصحاب اريوس والشله بتاعته اقنعوا الاباطره كلها انه اثناسيوس ده هو مصدر المشاكل، ان هو تيبيكال مصري وعقليه بتاع مستبده وفير وهكذا، فلازم ان انت تنتقم منه باساليب مختلفه وكده. والامبراطور وبعض مراتاتهم دي سايدد مع الاريانز جدا جدا جدا، فكان لازم ان هو يغلبهم في العالم مش يغلبهم في اسكندريه اللي هو قاعد فيها. فاتفق مع اثنين ثلاثة، البابا بتاع روما كان صديق له جدا، وهنشوف ان بابين كرسي روما وكرسي اسكندرية صداقة فضلت مستمرة لغاية خلق دنيا، يعني قبل خلق دنيا بسنتين ثلاثة، لغاية البطرك اللي قبل ليه والاولاني اللي هو بتاع خلق دنيا والدسكور، كانت اعلى درجة بالصداقة. فلما حتى اتنفق خمس مرات، واحدة منهم كانت لروما. فاتفق مع بابا روما، واتفق مع قديس باسيليوس اللي هو سان بازل ديجريت اللي هو بيعمل القداس بتاعه، فالثلاثه بيعتبروهم هم التراينجل ده ديفندد اريوس. يعني حتى دي كان اثناسيوس لوحده ما يقدرش يعملها، انه ما يقدرش يعمل عقل. فبابا روما كان له تاثير في روما وفرنسا اللي هم دولتين مهمين جدا، وبازل ديجريت كان اسقف قيصريه اللي هي اكبر بلد في كابادوكيا اللي هي اسيا الصغرى، واثناسيوس في اسكندريه، وما بين الثلاثه قدروا بالعافيه ان هم يتحضروا. فدي الحاجة التانية من ناحية الكتب، أثناسيوس كتب كمية كتب مذهلة بالنسبة لواحد كل كام سنة يشيلوه يعزلوه في حتة في الدنيا ويبعتوه فيه. فبعد قضى ثلاث سنين مع الأنبا أنطونيوس، بس كل ده بعد المجمع مش قبل المجمع، يعني المجمع كان سنة 325، وبعدين مات البابا ألكسندروس 328 بعدها بثلاث سنين، وترسم بطرك عمره 28 سنة أو 30 سنة، هي كان صغير جدا. فبعد وراح قضى ثلاث سنين مع الأنبا أنطونيوس، وكتب حياته اللي يسموها فيتو أنتوني. ولما اتنفى في روما اخذ الكتاب بتاعه البابا بتاع روما، والبابا بتاع روما اعجب جدا بالكتاب بتاعه ونشره رهبانه، فرهبانه في اوروبا رجع لاثناسيوس حقيقه. اما انطونيوس طبعا عظيم جدا، انما عمره ما سافر بره حدود مصر، يعني هو قتل جه لاسكندريه مرتين في حياته كلها بصراحه، وجه مرتين فما كانش له اي ناحيه دي. يعني جه مره لما عشان يدافع ضد الاريانز يسند اثناسيوس دول، ومره الثانيه في لما حصل اضطهادات جامده جدا في جيش الجعب، دي المرتين اللي الانبا انطونيوس خرج فيهم. انما لما راح روما نشر حياه الانبا انطونيوس ونشر الرهبنه، وكتب طبعا كتب على التجسد الالهي اللي هو قضيه الموافقه او الاعتراض على المسيحيه. يعني زي ما بنقول ان الاديان الثانيه بتقول ان لا يمكن يكون في اله، ان كل دول قبل كده انبياء، يعني موسى نبي والعشرين نبي اللي جم بعديه نبي وايليا نبي، كل دول عظماء. وان مثلا السيد المسيح بيقول مجدي ان هو حتى نبي، طبعا ده اختلاف جوه كامل، لان هو لو بقى نبي ما بقاش فيه خلاص وما بقاش فيه صليب، يعني كل الكلام ده اصبح مش معنى خلاص. ايه بقى لو واحد اتقتل؟ دي قصه مؤسفه قوي، بس يعني زي ما قلت ان الكونسل اتفق على الاربع نقط التانية، ان العيد الايستر ده هو هيبقى العيد الاسبوع اللي بعد الباس اوفر اليهودي، وان اسقف الاسكندريه هو اللي هيحدده. تاني حاجه ان الهرطقه لو رجعوا للايمان ما يتعاملوش تاني. تالت حاجه ان الكهنه يقدروا يتجوزوا، ان الاسقفه يبقوا سيلبت، الاسقفه ما يقدروش يتجوزوا. وان بالنسبه للميليشيوس ده ان هو لازم يرجع للبايس بتاعه، لا ده كان اسقف اسيوط فيرجع للبايس بتاعه. لما مات اثناسيوس كتب، يعني بعد ما مات يعني اللي هو سان جريجوري اللي هو اجين القداس بتاعه، سان جريجوري الثيولوجيان، او سان جريجوري كان جاي من بلد اسمها النازينيانز، ابوه كان فيها. ومش لو تفتكروا المره اللي فاتت قلت لكم ان هو راجل كان محب جدا للوحده وكده، وبالعافيه اخذوه رسموه كاهن في بلد، ورسموه في حاجات ثانيه، ورسموه في وقت ان هو يدي محاضرات في الدفاع ضد الابيض. فلما مات اثناسيوس فقال الجمله دي، هقولها لكم بالانجليزي، قال وانا اقولها بالعربي، قال when I praise Athanasius virtue itself is my theme. يعني لما امدح اثناسيوس الفضيله هي موضوع الحديث بتاعي. For I name every virtue as often as I mention him. لاني اذكر كل فضيله لما بذكره.
فقال هو possessed all virtues لأن هو ملك كل الفضائل. He was the true pillar of the church. هو كان بالحقيقة عمود الكنيسة الحقيقي. His life and conduct, حياته وسلوكه, were an example for bishops. كانت مثل للأصحاب وكل الناس الكبار. And his doctrine, والفلسفة بتاعته والعلم الديني بتاعه, represents the orthodox creed. يعني إن هو اللي بيقوله ده هو ده الorthodox creed. فطبعا لما تشوف إن سانت جريجوري الثيولوجيان بيقول كده على أثناسيوس تعرف مكانته في التاريخ. من الحاجات الظريفة في التاريخ إن أنت تقرأ كتب للناس وللناس اللي مش موافقة على الناس دي. فمثلا أنا يعني من الحاجات اللي I read ال Coptic version of our story اللي هو مثلا إليس حبيب المصري أو الأنبا يؤنس عمل كتاب عن تاريخ الكنيسة. كان في أسقف اسمه الأنبا ديوس كورس أيام البابا كورلوس عمل كتاب, أسقف منوفي عمل كتاب برضه عن تاريخ اسمه موجز تاريخ الكنيسة. أبونا تدوس عمل كتابين, واحد اسمه Introduction to the Coptic Orthodox Church واحد اسمه The School of Alexander the Great. المهم تقرا تقرا دول, بعدين تقرا الناحية التانية مختلفين تماما عننا. تلاقي في اختلافات كتيرة مش بس في الفكر, في الحقائق. ممكن بعض الحقائق to verify it, يعني ده الليفل التاني من القراية بقى, إن أنت تجيب الدوكيومنتس اللي ده وده واخدين منها. ما عدا في حاجات يعني سوابق معينة مثلا أثناسيوس إن كلهم يعني لو تقرا الكاثوليك أو البروتستانت أو الأرثوذكس أو الأرثوذكس بشقهم هتلاقي الإجماع إنه لم يوجد مثل في 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 المسيحية. ليه؟ يبدو إن هو كان ناجح جدا كلاهوتي كمتكلم كإداري وكسياسي. يبدو إن هو قدر يجمع كل الناس دي تشتغل معاه, ودي حاجة صعبة جدا, يجمع بيزيكالي المسكونة في العالم. فدي ينهي القصة الأولى. القصة الثانية أبسط اللي هي المجمع القسطنطينية. كان قسطنطين مات, سيودوسيوس ذا جريت كان الإمبراطور اسمه سيودوسيوس ذا جريت. مجمع قسطنطينية 80 زي ما قلت لكم قصة كلها ببساطة على كل الناس. ففي ناس بتقول مثلا إيه إن الإنسان جسد وروح, وفي ناس تقول جسد ونفس وروح, بس الاختلاف يبقى عن تفسيرك إيه النفس وإيه الروح. فالنفس هي الحياة اللي شغالة في الجسد, بس النفس هي نفس حيوانية يعني زي مثلا احنا اول حيوانات برضه عايشة, لما بتموت بتطلع في نفسها بعد كده بيفضل بس الجسد. انما الروح هي الجوهر الخالد, هي الجزء العقل, هي يعني التفكير الحر بتاعك هو اللي هيبقى في الخلود. او ممكن تقول ان الروح دي هي نفس اللي هي الحياة بس عاقلة. يعني ده اختلاف يعني فلسفي اكتر ما انه حقيقي. يعني في كلتا الحالتين أبوليناريوس كان اعتراضه ان السيد المسيح بيقول لك ما كانش له روح عاقلة, لأن لو كان روح عاقلة كان ممكن يختار الشر. حتى لو هو جاهد ضد الشر وعمل الخير فلا يمكن يكون ده المسيح اللي احنا عايزين نتصوره. فهو قال إنه بالضرورة ما كانش عنده قدرة على اختيار الشر. فعشان ما يبقاش عنده القدرة دي, الطريقة الميكانيزم الوحيد إن هو اللاهوت بتاعه ريبليس الروح العاقلة وبقى جسد وروح ولاهوت بس. فده الاعتراض على كل الناس. فالراجل يعني كان بيجتهد انه يدي للمسيح مكان, يعني مش بيحاول يسيء الى حاجه, يعني بعكس أثناسيوس, يعني ده بعكس قصدي اسف أريوس كان بيحاول يقول ان المسيح مش ربنا, انما ده الراجل بيحاول يعني يعليه اكتر واكتر انه ما كانش قادر, بس عشان يفسرها اخذ بالطبيعه الناسوتيه للمسيح, قال ان المسيح ده مش انسان مكان. قال في يوسلوس قال انه الثالوث ده اقنوم واحد, فقالوا له انت غلطان, دول ثلاث اقانيم. ماسيدونيوس قال ان الهولي سبيريت ما هوش اقنوم وانه اقل من الاب والاب, انه زي الملائكه العظماء دول, زي الملاك ميخائيل زي كده وهكذا, انما بتاع. فبرضه قالوا له انت غلطان. دول كانوا اسهل في الرد يعني من الباقيين. كان 150 اسقف بنذكرهم, كان بابا الاسكندريه ساعتها اسمه البابا تيموثاوس. حضروا اثنين من العظماء في التاريخ اللي هو جريجوري دي ثيولوجيان او جريجوري دي نازيانس, حضر المجمع بنفسه وحضر المجمع جريجوري أسقف نيسيا اللي هو اخو بازل الجريت. فدول كانوا يعني حضر 150 واحد من مشاهير المسيحيه باختصار. اسقف روما ما جاش اللي هو كان اسمه دمسس, اسقف مشهور جدا ولكن ما جاش, واتفقوا في الاخر انه يضيفوا لقانون الايمان الباراجراف الاخير. فاحنا لما بنقرا قانون الايمان بنوصل نقطه الاول ان نؤمن بالله الواحد خلق وكذا, بعدين نؤمن بيسوع المسيح ابن الله ومولود غير مخلوق مساوي لاب في الجوهر, بعدين في الاخر بالاضافه في باراجراف ثاني بالحقيقه
بالروح القدس بقى الروح القدس ومنبثق من الآب وهكذا. فدي الجزء الباراجراف الأخير ده اللي هو ان الروح القدس هو انه منبثق من الآب، ده الضاف مش أثناسيوس، ده بعد أثناسيوس بستين سنة في المجمع ده، وبعدين عمل شوية قوانين تانية سبعة كانوا مستنيين، والثلاثة كابيتكس دول شالوهم وانتهت القصة على كده. ندخل في أفسوس. أفسوس ده بداية الديكلاين. جه احنا قلت لكم انه مدرسة سوريا دي كان فيها واحد اسمه لوسيان، لوسيان ده بعديه علم اثنين جامدين جدا، واحد اسمه ثيودور واكشولي ويوحنا زهريفا، دول تلامذته الاولين. بعدين ثيودور ده علم نسطور، فنسطور تلميذ استاذه تلميذ للوسيان اللي هو برضه المعلم بتاع مستواه. فنسطور لما جه قال ان السيد المسيح زي ما قلنا شخصيتين في الشخص السيد المسيح، الشخصيه اللي هي الجزء الناسوتي بتاعه، وهي دي اللي القديسه مريم مسؤوله عنها. فقال لا يمكن ان واحده ست هتولد ربنا، الكلام يعني لا يعقل. فقال انها بالضروره ان هي ولدت يعني طفل اللي هو يسوع، وانه بعد كده اللاهوت حل فيه. كان في حرطقه ثانيه بقى يعني عايز اقولها في الكومبليشن، واحد اسمه بلاجيوس. بلاجيوس ده قال ان الاوريجينال سين اللي هي الخطيه الجديه الخطيه الاصليه بتاعت ادم لما ادم اخطا، الخطيئه دخلت في الطبيعه البشريه واحنا ورثناها. ده اعتقاد الكنيسه، وده كلام بتاع بولس الرسول لما بيقول ان في ادم اخطا الجميع وان وهكذا، دي راي بولس الرسول، ودي مصدر الخطيئه الجديه وبتاع. فهو قال لا، ان دي ما غيرتش الطبيعه الهيومن نيتشر او انت غلطان، بس دي برضه ايه قضيه معروفه مع ساره الكتاب. لما نسطور كان مهم جدا وكان متحدث جبار جدا، ولما كبر هو كبر في 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 واتولد في بلد في سوريا، وبعد كده راح القسطنطينيه. في القسطنطينيه كان صديق جدا للمساعد الاول للامبراطور، واحد اسمه كاونت كانديديان اللي هو اقوى شخصيه في البلد، اهم شخصيه في مدينه القسطنطينيه دي. فكان صديقه جدا وكان يؤمن بيه جدا جدا جدا، وكان متحدث جبار جدا نسطور. فجه في يوم من الايام واحد كاهن مساعده ادى بعضها في الكاتدرائيه الكبيره، قال فيها ان العذراء مريم دي مش ثيوتوكس. كانت الكنيسه كلها بتستعمل تعبير ثيوتوكس من ايام مريم. فقال لا، دي مش ثيوتوكس، دي ام طفل المسيح، والطفل ده حل عليه اللاهوت وكده هو. وادى بعض، هو كان موجود وساب الكلام يمشي زي ما هو وما اعترضش عليه. زعلوا جدا منه الناس، وواحد من الكهنه التانيين قام وكتب على حيطان البتاع ان انتم هراطقه انكلودنج، يعني كان بقى على رئيس اساطفه البلد، قال له ان انتوا هرطقه وان انتوا ضد الدين والكلام من ده، والناس قاموا ضده. دي كانت حاجه غريبه جدا ان الناس قامت ضده. حاجه قامت كده جدا، حاجه غريبه انه ان الاسقف او رئيس الاساطفه ما اعترضش عليه، يعني ساب الكاهن بتاعه المساعد بتاعه بيقول هذا الكلام وما قالش اي حاجه، معناه انه موافق على هذا الكلام. بعد كده جه كريسمس او من قبل كريسمس، فراح هو قايل وعظه وقال فيها ان هو رايه كده. فقالوا له ازاي، وان احنا من زمان بنقول ثيوتوكوس وده التعبير اللي استعمله اوريجن والتعبير اللي استعمله فلان وكده. قال لهم انا لا استطيع ان اعبد الها قد مات ودفن. قال لهم ان لو الولد لو العذراء دي ولدت اله وده مات واتدفن، انا ما اقدرش اعبده، لا يمكن ان ربنا بيموت ويتدفن. فاللي مات واتدفن ده جزء الناسوتي، هو مات ودفن وقبر وقاع، انما ده الجزء الناسوتي، الجزء اللاهوتي لا يمكن يكون، بس ده الجزء اللي بيعمل معجزات، ده الجزء القادم الجو الكبار. بس فدي الجزء بتاع سند بتاع نسطور دوت. فالقديس كيرلس بعت له رساله الاولانيه، بعدين بعت له رساله ثانيه، بعدين بعت له رساله ثالثه، وبعدين في الاخر بعت الموضوع لاسقف في روما في وقتها كان اسمه سيليستينيوس، وقال له الموضوع في منتهى الخطوره كذا وكذا وكذا وكده. فالاسقف بتاع روما قال له انت مع يعني ما عندكش عيب، كلامك مظبوط جدا جدا جدا، وكمل ابعت له اللي انت عايزه. وقال له ما فيش حد بيقدر يكتب بالاسلوب القوي بتاعك ولا بالوضوح اللي كده. والكلين كيرلس يسمى كيرلس الاول او كيرلس الجريت او عمود الدين. فكيرلس هيز فيم كلين تو فيم ان هي سبوك الونج ذا لاينز اوف اثناس. فبعت له في الاخر 12 اناثيم. يعني قال له ايه ال 12 نقطه اللي انت غلطان فيهم، وحرمه بال 12 نقطه. فحرروا قبل حتى ما يروح هناك، قبل ما يروح افسوس دي.
الاربع بلاد دول كلهم في تركيا وكلهم قريبين جدا من بعض، يعني كل ده في بوزيشن. بقى عملوا المجمع، المجمع اخد معاه اللي هو كيرلس، اخد 50 اسقف، اخد لما شنودة اللي هو رئيس المتوحدين معاه يعني كمساعد كبركه يعني، دول يعني قالوا الجمله المشهوره، قالوا لا يمكن ان المجمع يتعمل في عهدك وانت ما تقدروش. واخد واحد اسقف ثاني، اسقف لما بوت بوتس اسقف فوا، وراح 40 ثاني نسطور جه ب 40 اسقف. نسطور ما رضيش يحضر المجمع، قال لهم لازم يجي اسقف انطاكيا ده. نسقف انطاكيا كان صاحبه جدا، كان ناويين ان هم يعني يتفقوا مع بعض ضد البركه. الراجل الثاني لسبب او لاخر اتاخر، فهو تفسيرها في التاريخ ان هو كان عارف انها تنتهي، ان نسطور هيتحرق، ونسطور صاحبه جدا، ولو كان جه في الاخر بيقول له يا تمضي يا ما تمضيش، فكانش عايز يمضي انه يحرم اعز اصحابه. فبعت لهم ان المطر جديد وان الخيول عيت وان ما حدش قادرين نيجي وهنتاخر وكلام من ده. فبعت لبابا كيرلس ده مع بابا بتاع روما، فقال له تبقى روما بروسيد انت بتاع، فدي بروسيدد وحرم نسطور وشالوه. جه الراجل بتاع انطاكيا وصل بعديها ب 40 يوم، فراح عامل مجمع ما كانش فيه خالص على نسطور، كان ضد بابا كيرلس عمود الدين، وقال له انت غلطان عشان كذا وكذا وكذا وكذا، وانت محروم وبتاع. وكاونت كانديديان ده اللي هو الجفرنر بتاع القسطنطينيه صاحب نسطور، راح حبس حطه في الحجز، حط بابا كيرلس وكل اساطير المصريين في بتاعه وقفوه حبسوه ومحبوس برضه نسطور. فانتهت الموقف ان الطرفين مقبوض عليهم والاثنين في السجن في القسطنطينيه، الكنيسه الاسكندريه والكنيسه الثانيه. بقى الاساقفه كل الكنيسه بتاع راحوا للموضوع، قالوا ايه اللي بيحصل ده؟ هو الراجل ده بكل كلامه صح اللي هو كيرلس عمود الدين. فبالعافيه طلعوه وخلوا نسطور محبوس، وزي ما قلت لكم نسطور بعد كده اتبعت في اكزايل في مصر ومات في اخنيم، والقبر بتاعه في اخنيم. والبابا بتاع روما بعت له شكر جامد جدا وقال له ان انت حميت الايمان اللي هو سن. والباباوين اللي بعدين في روما كان ده 431 بعتوا له نفس الحكايه، انه يشكروه ويقولوا له ان انت حامل ايمان وان انت موافقين كلامك معاه. كيرلس عمود الدين هو اول واحد دخل جمله الله الكلمه، انه 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 one nature the incarnate word، word اللي هو الكلمه، incarnate المتجسد، الكلمه المتجسد. هو اول واحد اخذ الكلمه دي وقال ان انا اخذتها من اثناسوس. نسطور كان بيقول الاثنين، وقالوا له لا طبعا ما ينفعش من الاثنين، يعني ما ينفعش من العذراء ولدت، لان حتى الملاك لما جالها قال لها ان الروح القدس يحل عليكي وعليه ظلالك والقدوس المولود منك يدعى ابن الله، فما قالهاش ان المولود منك طفل اسمه يسوع مبروك ونبي عظيم، يعني مثلا مع يوحنا المعمدان قال لها كده، قال لها هيدي نبي عظيم وبتاع، انما لا قال لها القدوس المولود منك فده اتليست كلام الانجيل لكل الاطراف دي، يعني لا ولد ما فيش اختلاف ما بين الثلاث طوائف في الاناجيل. فده اللي موصوف في انجيل لوقا في البشاره. بس فالبابا بتاع روما وافق جدا، شالوا نسطور وجابوا بابا بعديه، والبابا اللي بعديه راح بعت برضه لكيرلس قال له ان انت يعني حميت الايمان كله وبتاع. وانتهى كيرلس ويعني تريح وراح للسماء وهو في اوج مجده. في الكلام ده في 431 433 يوحنا بقى اللي هو اسقف انطاكيا دي لقى ان ايه، ان الكنيسه بتاعته هتتكسر في المسائل دي، فقال لا احنا نبيع نسطور. فقال لهم خلاص نسطور اتحجز عندكم في مصر ماشي، احنا نتفق معاه، اتفقوا معاه 433. مات كيرلس وجيريوس كورس ديستورس كان مساعد كيرلس وكان معاه في المجمع ده، كان واحد من ال 50 اسقف اللي حضروا في المجمع ده. فبعد ما جه 15 سنه من 488 جه واحد رئيس دير اللي هو بتاع قسطنطينيه، ارشميندرايت يعني سينيور رئيس دير يعني، كان اسمه يوتيخوس. يوتيخوس ده قال ان لاهوت ابتلع الناسوت، قال لهم ده الرسول غلطان ما بيفهمش، انه بيقول ان في اثنين ماشيين جنب بعض، ده هي اللي حصل، ان اللاهوت ده حاجه جباره جدا والناسوت ده حاجه تافهه جدا، فاتفق الكره في العظيم. فقالوا له ايه، بس كل المسيحيين في مصر كانوا بيحبوه اساسا يعني اساسا. فبس ما يجي واحد ثاني اسقف ثاني اسمه يوسابيوس بتاع بلد اسمها دورينيو، قال لا ده طبيعتين مختلفين خالص مع بعض، وسموهم ديوفيزايتس، فسموا يوتيخوس مونوفيزايت، فيزايت يعني طبيعي،
ومونو يعني واحد، فمونو فيزايت يعني طبيعه واحده، وديو فيزايت طبيعه برضه، فيزايت يعني طبيعه، وديو اثنين فديو فيزايت. ومن هنا كل كنائس عالميه اصبحت يا هي تبقى ديو فيزايت يا مونو فيزايت، واتهموا الكنيسه الاقليه انها مونو فيزايت. احنا بنؤمن بالكلام اللي قاله يوتيكوس ان هو اللي هو طلع في الجواب، لان احنا بنقول ذا وان نيتشر انكارنيت، يعني السلايد اللي قبل كده بتقول الجمله الشهيره بتاعتي، فاحنا ما قلناش على يوتيكوس كده. المهم جابوا الاسقف بتاع القسطنطينيه وحرم يوتيكوس. اعترض يوتيكوس، راح للامبراطور ثيودوسيوس الثاني وقال له مش معقول ظلموني، عاد المجمع ثاني برضه جه فلافيانوس واسقف فوق وحرموه ثاني. فراح رافع شكوى ثانيه بقى لهم، لا ده حرام عليكم اللي عملتوه فيها، يعني هو عملت ايه غلط وكده. فراح طالب الامبراطور من البابا ديوسفورس ان هو يروح، ودي بدايه بقى التدهور يعني. جه 130 اسقف، حلو 130 اسقف من ضمنهم 20 مع البابا ديوسفورس جم. ليو كان بطرك روما، ده كان راجل له في السياسه جدا جدا، الكنيسه الكاثوليكيه كانوا نايس بتعمله القديس ليو، له في السياسه جدا 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 يعني بره القصه الدينيه. هو اللي دافع عن روما ضد اتيلا ذا هانت. اتيلا ذا هانت اللي هو كان يقاد جيوش يعني ما يعادل جيوش البربر ضد اوروبا، اجتاحت اوروبا حطمتها. فقال ان هو في طريقه الى روما علشان يمحيها من التاريخ. فالجفرنر بتاع روما لقى انه مش قادر يعمل حاجه في اتيلا ده، فقال ليه، قال له روح اعمل اللي تقدر تعمله، حاول تنقذها. فراح قبله وبرده بينتنج من البينتنجز العالميه، البابا بتاع روما واقف، وقتل ده انت راجل جبار على حصان جبار واقف كده، فقعد يعني ما اعرفش قال له ايه انما ترجاه. فالراجل بص له وقال له ماشي، راح واخد الجيوش بتاعته ومشي وما كسرش روما، وهو كان يستطيع ان هو يمحوها من الذكر التاريخي، لدرجه ان هم رجعوا وقعدوا مثلا مش مصدقين نفسهم في لمده كبيره جدا. فليه في الناحيه الكنيسه الغربيه تعتبره انه يعني شخصيه عظيمه جدا. بعديها بسبع سنين الاسكندنافيان هاجموا على روما ثانيه، كانوا هيكسروها، وبرضه بعتوه يتفاوض معاهم وتفاوض معاه، فالراجل سكت وقال له ماشي بس هناخد البلد 14 يوم. دخل روما كسروا الحاجات وسرقوا كل الحاجات 14 يوم من روما، يعني كل القصور اتنهت كلها، بس ما موتوش ما ذبحوش الناس وما كسروش الانفراستراكشر بتاع البلد. فلما مشي اصبح ليو هو اقوى شخصيه في تاريخ روما، لانه انقذها مرتين من الدمار المحقق في وسط الجيوش بتاعتها وجارنا واقفين مذهولين من الاعداء. فليو ده مهم جدا تاريخيا. للاسف الكلاش اللي حصل كلاش جامد جدا ما بين ديوسخورس وبين ليو، لان النسطور لما اعترض ديوسخورس سوري، لان لما راح البابا ديوسخورس المجمع سأل يوتيوخوس، قال له انت بتقول حكايه الطبيعه الواحده دي وبتاع، انت بتؤمن بالاثناسيوس في افسس في لايسيه؟ قال له اه. قال له بتؤمن بالكلام بتاع بابا كارلوس عمود الدين في افسس؟ قال له اه. قال له بتؤمن بالاثنين كله؟ اه. بتؤمن بالارثوذكس كريت؟ اه. ما هو ليه اي اعتراضات؟ قال له لا. قال له اتفضل مع السلامه، ما عندكش اي مشكله، وشال الحكم عليه. بعدين جه فلافيانوس قال له انا عندي في المسيح طبيعتين، فقال له انت غلطان وحرم فلافيانوس. فطبعا اتجنن بابا روما، ازاي ده طلع يوتيخوس ودخل فلافيانوس؟ فاتهم الكنائس الغربيه ان حاجتين، اتهموا بابا ديسفورس انه جاب ورق فاضي واجبرهم ان هم يمضوا على الورق الفاضي، وبعد كده انه كتب فيه الكلام اللي كتبه بعد كده. فقال لهم انه هددهم يعني انه يضربهم، ولو ما مضوش فمضوا كلهم. ده كان اسقف مشهور، اسقف طرسوس اسمه سان ستيفن. فلما ديسكورس قال له لو انت اسقف خواف كده ليه؟ ازاي ان انت تمضي لو خايف من الضرب ولا خايف من بتاع يعني من اسقف ايه؟ بعدين بقى كل اساقفه المصريين قاموا قالوا لهم طب ولعوا النيران، قالوا وي ويل شو يو ار تيدر لو انتوا ناس جادين في اللي بتقولوه. فاحتل جدا الموقع. المهم انه بعد حر ان ليوس وافق على الكلام بتاع فلافيانوس من الطبيعتين وكده، وبعد اللي هو يسموه توم اوف ليو او يعني التفسير بتاع ليو او قانون ليو ده، هو قانون ليو معروف في مجمع خلق الدنيا. اعترض عليه ديسكورس وقال لهم ان انا مش موافق عليه. فانتهوا في الاخر لما حضر بقى ديسكورس المجمع بتاع خلق الدنيا، جه يقعد في النص، فقالوا له انت ما تقعدش في النص، انت ما تقعدش مع الناس، انت متهم، انت جاي هنا تدافع عن نفسك وبتاع.
فخرجوه الاول حبسوه بعدين رجعوه يبقى متهم بعدين خرجوه مره ثانيه وما رضوش يرجعوه وفي الاخر سالوا ليه وقال لهم الشيوخ خالص ده محروم فحرموا وراح دنجرة ومن ساعتها كل الكنائس الشرقيه والكنيسه الروم ارثوذكس وير سبليت على طبيعه المسيح بعد التجسد. هل هي the incarnate word اللي هو الاتحاد ما بين اللاهوت والنسور ولا هل هما طبيعتين منفصلتين؟ لا I think I'll stop at that point. Unless there is any question.